اهلا بيك يا كابتن نادر. كابتن نادر مساء الخير. طيب معايا الكابتن عزمي مجاد، على ما نرجع تاني لكابتن نادر. كابتن عزمي مجاد المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكره، اهلا بيك يا كابتن عزمي. اهلا مدام ريما، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك، اهلا بيك. سبب البلاغ ايه، ويعني ايه التصريحات اللي بتستندوا اليها يا كابتن عزمي؟ بخصوص ايه حضرتك؟ بخصوص الكابتن نادر السيد. والله امبارح احنا فوجئنا مدام ريهام في الاستوديو التحليلي، وكان معاه الكابتن عصام الكابتن عصام، وكان معاه الشيخ طه، وفوجئنا بيقول بدل ان الالتراس ما يخبطوا في ويخسروا في الاستادات ما يروحوا في اتحاد الكوره. بدل الالتراس ما يخسروا في ايه؟ بدل الالتراس ما يكسروا في الاستادات المحترمه يروحوا اتحاد الكوره، يعني يروحوا يكسروا اتحاد الكوره بقى. يعني هل ده يعقل من واحد يعني مثلا عامل معتبر نفسه من الثوره؟ يعني بيعمل فتنه مثلا ولا بيعمل اثاره ولا انا مش عارف. هل حضرتك شفت هذا الكلام بنفسك؟ يعني سمعت الكلام ده بنفسك يا كابتن عزمي؟ مسجلينه على فيديوهات يا مدام ريهام. طب هو قال بدل الالترس ما يخسروا الاستاد يروحوا اتحاد الكوره. الاستادات دي يروحوا اتحاد الكوره. ايوه، لكن يروحوا اتحاد الكوره يقدموا شكواهم الحاجات اللي مضايقاهم ولا يكسروه؟ الاستادات حضرتك يروحوا اتحاد الكوره، يروحوا يعملوا ايه في اتحاد الكوره؟ ممكن سيادتك توضحيها ان رايحين يشتكوا، وممكن غيرك يقول لك يروحوا يكسروا بدل ما يكسروا الاستادات. يعني احنا هل وصلنا لهذه الدرجه يا مدام ريهام؟ وبعدين اذا كان مختلف مع اتحاد الكوره، اتحاد الكوره ده مش مؤسسه ومبنى، كل ده مش فلوس مصر دي وفلوسنا، ولا الحاجات دي مش بتاعنا، بتاعتنا ولا بتاع يهود ولا بتاع ايه؟ لا بتاعتنا طبعا كلنا، وده مرفوض ان حد يروح يكسر حاجه، لكن هو ما قالش كلمه يكسروا بالذات ولا ايه؟ الشارع ده من ايه؟ الانفلات اللي في الشارع ده من ايه؟ ما هو من الكلام ده. مش من الكلام ده؟ كل واحد دلوقتي مكسر، وكل واحد عايز يدغدغ اي حاجه، وكل واحد عايز يعمل اللي هو عايزه. يعني ما هو مش عارفين ايه نهايتها، ايه يعني نهايتها؟ البلد تولع، واحنا عايزين ان المشات تستكمل. اتعملت عقوبات عشان الانفلات، بدات المساله تنتظم، في عقوبه على نادي الاسماعيلي كانت مباراتين بدون جمهور اتخففت بقت مباراه، المحله كان 3 مباريات اتخففوا بقى مباراتين. هل ننتظر ما نديش عقوبات وننتظر حد يموت يا مدام ريهام مثلا؟ لا طبعا، ما حدش ينتظر حاجه زي دي ابدا. شماريخ بتنزل في الملعب، هل يعقل؟ فاحنا عايزين الناس تستمتع بالكوره. وبعدين الخطاب الاعلامي يا مدام ريهام ما يصحش ان الخطاب الاعلامي يوجه للاثاره والفتنه. ده المفروض يهدي الناس، يريح الناس، يخلي الشباب يبقى واعي، يحافظ على ممتلكاته. ما دي مش ممتلكاتنا، مش ممتلكات الشعب الحاجات دي. طبعا يا كابتن عزمي، طبعا. انا بشكرك جدا. الكابتن عزمي مجاهد المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكره، كان المفروض يكون معانا الكابتن نادر السيد ليرد على هذا الاتهام، ولكن يعني كلمناه اتفقنا معاه، ودلوقتي بنكلمه مش بيرد علينا.